أهلا بكم من جديد. دائما هذا البرنامج متواصل معكم عبر تواصلاتكم وعبر مشاركاتكم على الفيسبوك وتويتر وبالاتصالات الهاتفية. فقبل أن أبدأ دعوني أذكركم بأرقامنا ومواقعنا الإلكترونية. فكما قلنا من قبل موقعنا الأساسي على الفيسبوك همزة وصل وموقع التويتر كذلك همزة وصل. كما أمامكم همزة وصل إي جي وهمزة وصل على دوت إي جي. كذلك أرقام الهاتف عبر المحمول 1451 وعلى الأرضي 09545 والإس إم إس يمكنكم المشاركة أيضا بالرسائل القصيرة عن طريق رقم 1410. مشاهدينا الكرام موضوع حلقة اليوم سيكون عن الجماعة الإخوان المسلمين ومشاركتها مرة أخرى في العملية السياسية. فاعتبر كثير من المحللين أن جماعة الإخوان المسلمين حاليا تقود معركتها الأخيرة بعد أن قطعت خط الرجعة إلى الكيان الوطني وفشلها طبعا في ظل إصرار الدولة على إيقاف جميع عمليات التظاهرات غير السلمية واستخدام الأسلحة وكذلك التعدي على المواطنين في هذه المظاهرات مهما كان طرف هذه المظاهرات وإيقافها في الشارع المصري لعودة الأمن والأمان للمواطن. كان الباب مفتوحا بحظر لجماعة الإخوان المسلمين وهناك دعاوى كثيرة لعودتهم إلى حظيرة الوطن ومشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى، لكنهم بالطبع رفضوا الانخراط في العملية السياسية وقطعوا بالصدام مع الدولة خط الرجعة إلى يعني العمل السياسي وقبولهم في المجتمع الوطني مرة أخرى. هل بهذا الانتحار السياسي إذا صح التعبير خسرت جماعة ماركتها في الحياة أو مشاركتها في الحياة السياسية مرة أخرى؟ ومن ثم نطرح السؤال على مشاهدينا ونتمنى منكم التواصل معنا. السؤال هو هل توافق على اندماع جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية؟ نعم أم لا؟ دعونا نخرج إلى هذا التقرير سريعا ثم نتلقى تليفوناتكم ومشاركاتكم على الفيسبوك وتويتر وغيرها. في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد يتساءل مراقبون عن إمكانية دمج جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية خاصة عقب عزل محمد مرسي أحد قيادات الجماعة البارزين عن رئاسة الجمهورية ورفض الجماعة لما قام به الجيش في 3 يوليو. رئاسة الجمهورية المؤقتة أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تريد إقصاء أي فصيل سياسي في مصر وإبعاده عن المشاركة السياسية طالما يلتزم بخارطة الطريق. وفي نفس الوقت جاء قرار محكمة جنوب القاهرة بحظر نشاط جماعة الإخوان وما يتبعها ليزيد من الأمور تعقيدا بحسب مراقبين، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء. حكومة الدكتور حازم الببلاوي من جانبها أكدت أيضا إنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي في مصر طالما يلتزم بالقانون، لكن الببلاوي قال إنه يرى بأن الإخوان في مأزق يزداد صعوبة لأنه في الوقت الذي كادوا فيه يشعرون بأنهم كسبوا كل شيء فقد خسروا كل شيء، ومن المؤكد أنهم في حالة عدم توازن وأي اعتراف بالواقع بالنسبة لهم يمثل تنازلا مما يضطرهم للتشدد والبعد أكثر عن الواقعية حسب وصفه. وكرر الببلاوي القول بأن الحكومة تريد بناء مجتمع ديمقراطي مدني يشارك فيه الجميع ولا يشعر فيه أحد بالإقصاء طالما أنه لم يرتكب جرائم، ومن خالف القانون لابد أن يعاقب، مضيفا أن المصالحة تعني مشاركة الجميع في البناء الديمقراطي. البعض رأى أن الجماعة يمكنها أن تشارك سياسيا من خلال ذراعها السياسي المنبثق عنها وهو حزب الحرية والعدالة الذي يؤكد أنه حزب مدني يسعى لتكوين دولة مدنية عصرية. ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان حافظت على وجودها التنظيمي منذ تأسيسها عام 1928 وتمكنت من البقاء طوال 8 عقود كحركة دعوية ذات طابع ديني وكتنظيم سياسي واجتماعي أعطتها السياسة عناصر للقوة والتميز أحيانا وعوامل ضعف وترهل في أحيان أخرى. طبعا بمطالعتنا لهذا التقرير
التقرير يعني سيكون السؤال أكثر دقة مرة أخرى. أذكركم بالسؤال: هل توافق على اندماع جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية مرة أخرى؟ نعم أم لا؟ اسمحوا لي قبل أن أبدأ في تلقي اتصالاتكم أن أذهب لزميلي محمد عبد الحكم ليطالعنا بآخر المشاركات على موقعنا على الفيسبوك. مساء الخير محمد. مساء الخير حسام، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقره جديده لقراءة تعليقاتكم ومشاركتكم على سؤال حلقه اليوم الذي يقول: هل تتوقع اندماج الاخوان المسلمين في العمليه السياسيه مجددا؟ يعني البدايه مع علي النشار الذي يقول: من الصعب عزل الاخوان من العمليه السياسيه، وهناك الكثير ممن يؤيد فكرهم وغير منتمي لهم. اما بالنسبه لمحمود طارق يقول: اتوقع طبعا انهم هياخدوا اغلبيه في مجلس الشعب، وخصوصا لو دخلوا في تحالف مع الاحزاب الاسلاميه، وكمان لو الانتخابات قائمة هيضمنوا انهم هياخدوا اغلبية بفارق كبير عن اي حزب سياسي، لانه لا يوجد حزب سياسي الان قادر على مواجهة الاخوان، لان الاخوان فقط هم لهم ارضية في الشارع عن باقي الاحزاب. احمد العزبي يقول او احمد عزازي يقول: كيف لهم الاندماج في العملية السياسية بعد ان اصبحت جماعة محظورة؟ خلف عز الدين يقول: انا لو بايدي لاعطيتهم دور في الحياة السياسية ولا وجود لهم في البلد من الاساس، هم جماعة لا يخافون الله في البلد. اما بالنسبة لمشارك اخر فيقول: نعم اتوقع وانا لست اخواني، لكنهم بالنسبة لي بيقولوا عليهم ارهابيين، ضحكوا علينا وقالوا ارهاب وهم اخواتنا الباب في الباب. بالنسبه لمجدي سرحان يقول: من يكره فرحه وطنه بانتصاره، من يشمت في هزيمه وطنه، كيف لا يكون قد حفر قبر مصداقيته بيده، اللي مضيع ذهب بسوق الذهب بيده، اللي مفارق محب ممكن ينساه. ربما مجدي يكون يكتب بعض أبيات من الشعر. أحمد سالم يقول: لا طبعا هؤلاء يجب أن نقضي عليهم من مصر تماما، لأنهم عبارة عن جماعات إرهابية تهدد أمن الوطن. وما حدث من تفجيرات أمام مديرية أمن سيناء بالأمس وقتل الجنود في الصلحية القديمة والقذيفة التي أطلقت على مركز الأقمار الصناعية دليل على أنهم جماعة إرهابية. أما بالنسبة لي وفقي يقول: اقرأوا المصري اليوم غدا وشوفوا كم اللي أفرج عنها مرسي واللي شغالين دلوقتي في العمليات الإرهابية. إبراهيم محمد المنوفي بيقول: يعني دخول الإخوان مجلس الشعب أو غيره ده أكيد مش هيكون بالسهولة، وأكيد الإخوان مسحوا تاريخهم من عقول الناس بالنسبة لما يحدث في الشارع المصري الآن. محمود العاصي: أرى الاندماج بعد كل العمليات اللي اتعملت وبعد قرار حل الجماعة شيء صعب. إبراهيم محمد المنوفي بيقول: والله لو الإخوان دخلوا في الانتخابات المقبلة مجلس الشعب، الناس مش هتنتخبهم غير بعد 3 أجيال على الأقل. أما بالنسبة لي حاتم يقول: الإخوان بالفلوس ولا إمكانيات ممكن يعملوا أي حاجة، هم عملوا للشعب الفقير مسح المخ. أخيرا فرج يقول: أتوقع ذلك، ولكن لا أرحب بدخولهم في الحياة السياسية، ولو أؤيدهم فقد سبق لهم لعب السياسة حتى وصلوا لسدة الحكم، وقد فشلوا وأغرقوا البلاد معهم بالمغازق المالية الكثيرة. يعني حسام، هناك تباين كبير بين مؤيد ومعارض لاندماج الإخوان في الحياة السياسية مجددا، ولكن هناك إجماع على أن العمليات الإرهابية التي تمارس في الشارع المصري فالكل أو الجميع يدين تلك العمليات الإرهابية، ويطالب بتوقف الإخوان عن ممارسة تلك العمليات الإرهابية. يعني ربما يكون هناك مزيد من الاقتراحات، ربما يكون هناك مزيد من الآراء سنعرضها في الفقرة المقبلة الآن، يعني في الفقرة المقبلة إن شاء الله. أما الآن فأنتقل إليك حسام لكي تتلقى أولى اتصالاتك الهاتفية. شكرا محمد عبد الحكم، وشكرا مشاهدينا الكرام طبعا على مشاركتكم، هذه مشاركة جميلة منكم، نتمنى منكم التواصل أيضا والمشاركة بأكثر من طريقة كما ذكرنا على الفيسبوك وتويتر، وكذلك التلفونات الأرضية والمحمول، وأيضا على رسائل النصية. اسمحوا لي مرة أخرى أن أذكركم بعنوان الحلقة: هل توافق على اندماج جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية مرة أخرى؟ نعم أم لا؟ مشاهدينا الكرام، جاء هذا وقت
تلقي الاتصالات. ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ أحمد بان متخصص في شؤون الجماعة الإسلامية، الدكتور صلاح عبد الله البرلمان السابق والمحلل السياسي، والأستاذ عزة هيكل الكاتبة والناقدة وعضو المجلس القومي للمرأة. اسمحوا لي أن أبدأ مع الأستاذ أحمد بان. أستاذ أحمد بان مساء الخير. أستاذ أحمد، يعني طبعا كما ترى الإخوان المسلمين الآن يمرون بفترة عصيبة، وبعد يعني بعد هذه المظاهرات الكثيفة يعني ربما التعدي على المواطنين في الشارع، ربما يكون هناك عامل نفسي أصبح لدى المواطن من اشتراك جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية مرة أخرى، كيف ترى هذا؟ لا بالطبع نحن نتفهم مشاعر الشعب المصري، لكن يبدو أن خيارات النظام السياسي حتى الآن مرتبكة، يبدو أن هناك غياب للرؤية. فكرة اندماج الإخوان في الحياة السياسية المصرية، كل تجارب الدول في العالم بتقول لنا بوضوح شديد أن انطلاق أي دولة بيحتاج في البداية إلى استعادة اللحمة الوطنية بين أبنائها. تجارب كل شعوب الأرض في كل نزاعاتها الداخلية حتى وإن تطورت إلى نزاعات مسلحة وليس فقط نزاعات سياسية قد يشوبها بعض المظاهر العنف كما نشاهد في الواقع المصري، تنتهي في النهاية إلى الحوار والمصالحة الوطنية. إذا كنا جادين في استنساخ والاستفادة من تجارب الأمم، فيجب أن يعني تتعاظم دعاوى المصالحة والحوار الجدي، وأن تمارس الدولة شكل من أشكال الضغط المعنوي النابع من هيبتها وقوتها المعنوية إضافة إلى القوة الأمنية. الاقتصار على الحل الأمني فقط أثبتت الظروف وأثبت طيب. الواقع أنه غير ناجع في التعامل مع أستاذ أحمد. طبعا نحن نشاهد الكثير من المظاهرات في الشارع، وأيضا منذ فترة تم حل جماعة الإخوان على الشكل التنظيمي بقرار من المحكمة، يعني هل ترى أن حلها وأنها أصبحت جماعة يعني غير نظامية بالشكل القانوني، هل سيؤثر ذلك عليها وستستجمع قواها مرة أخرى وستستطيع العمل في الشارع مرة أخرى؟ هذا طبعا بخلاف العامل النفسي لدى المواطن. يعني تاريخيا جماعة الإخوان حافظت على وجودها واستمرارها ونجاحها في الواقع السياسي بدءا من عام 28 وحتى الآن، غلب على وجودها الوجود غير القانوني. يعني هي تحركت تحت سيف الحظر القانوني، لم تحظى بالشرعية القانونية الكاملة سوى لأقل من ربع قرن، وبالتالي الحديث عن قرار قضائي أو حتى قرار إداري لن يغير من حقائق الأمور على الأرض شيء، بالعكس سيقوي الطيار القطبي الذي أدمن العمل السري واعتبره خياره الاستراتيجي، وبالتالي التعويل على أن القرارات الإدارية أو الأحكام القضائية ستحد من نشاط الجماعة ينطوي على يعني تناول ساذج في الحقيقة، يتجاهل تجربة الدولة المصرية مع جماعة الإخوان. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى حزمة من الوسائل، بحاجة إلى رؤية متكاملة تعكس قوة الدولة وحضورها السياسي إلى جانب حضورها الأمني. طيب بعد منع إقامة أي أحزاب بشكل على أساس ديني، هل ترى أن هذا يعني القرار السياسي أو القرار ربما القضائي هل يؤثر في تضييق الخناق بشكل أكبر على جماعة الإخوان المسلمين وربما على عملها على الأرضية الشعبية؟ دور الدولة أن تضع قواعد عادلة للمنافسة السياسية وأن تقطع الطريق على كل محاولات خلط الدين بالسياسة، وأعتقد